اكلمك على رجوع سامسون اكينيولا، شايف ازاي رجوعه انتظامه في التدريبات علشان طبعا يكون مؤهل للمباريات القادمه؟ يعني انا بشوف ان هو في الفتره دي الزمالك محتاج كل اللعيبه، عوده شيكابالا، عوده سامسون، عوده فتوح، لكن سامسون بالاخص انا يعني مش عايز اظلمه واقول ان هو لا، هو لعيب كويس. محتاج ايه؟ هو مش محتاج حاجه، هو نادي الزمالك اكبر من يعني اللعيب اللي بقى في نادي الزمالك كمحترف كمان لازم امكانياته تبقى اكبر من كده، لكن احنا هنا بنظلم اللعيب. هو لعيب ما بيتدلعش، ما بيتخاذلش، هو دي قدراته، هي دي امكانياته. ونادي الزمالك حجم المسابقات اللي بيلعبها محتاج لعيبه والضغط كمان، امكانياتها الجماهير برضو اعلى من بتبقى كده. طبعا، والجماهير دايما عندهم طموح كبير قوي، ودايما عايزين بقى يشوفوا التغيير بسرعه، وعايز عشان كده بالظبط. بقول لك في حكم سريع، يمكن بنظلم شويه لعيبه. وبعدين احنا كان لسه عندنا كمحترفين بن شرقي، ساسي مع سيف، دي لعيبه علوا محترفه شويه من بتصنع الفارق، ودي لعيبه اللي تناسب امكانيات النادي نادي بحجم نادي الزمالك. الزمالك. صحيح. فلما يجي بعد كده تبقى الصفقات ابراهيم انضاي وسامسون، مع احترامي الكامل ليهم، هم لعيبه كويسه، ما اقدرش اقول كده غير كده يعني، لكن هم مش في نفس المستوى. مستوى نادي الزمالك. يعني طب انت شايف انه في الفتره القادمه ان شاء الله مع التغيرات اللي حصلت، اتكلمنا على رجوع شيكابالا، يعني انت قلت لي نادي الزمالك في احتياج رجوع شيكابالا وسامسون وكل لاعب، احنا في احتياج فعلا لكل لاعب داخل نادي الزمالك. شايف برجوع كابتن شيكابالا قائد الفريق هيفرق ازاي معانا؟ تاثيره ايه جوه وبره الملعب؟ حلو قوي نقطة ان هو جوه وبره الملعب ليه تأثير، لان كنت لسه هتكلم في النقطة دي. شيكابالا عليه دور كبير جدا جدا في الفترة اللي فيها اللعيبة الشباب، والفترة دي لنادي الزمالك فترة مش أفضل حاجة، لكن اللي جاي في بطولة كبيرة، بطولة مهمة طبعا، في استعداد لسيزون جديد بعد الفترة دي. فوجود شيكابالا جوه الملعب طبعا أكيد محدش يقدر يختلف عليه فنيا، لكن كمان كشخصية قيادية مهم ان هي تبقى موجودة في المرحلة دي، لان اللعيبة الصغيرة لما تاخد من لعيب بحجم شيكابالا ثقة هتفرق معاك كتير جدا. طبعا فشيكابالا مهم وجوده في الفترة دي انه يكون موجود وسط الفريق. كمان شيكابالا جوه الملعب، لما انا اكون ناشئ وشيكابالا جوه الملعب معايا، انا اكيد بحس ان انا عندي ثقة كبيرة، وبدعم منه كمان جوه الملعب الامور هتختلف احنا تماما. كمان شفنا جمال متعبه بيقول انا هو بيعملني كاني ابنه، وده اكيد اللي كل اللعيبه الصغيره بتحسه فعلا من شيكابالا، انه بيتعامل معاهم لانهم اخواته الصغيرين، بيتعامل معاهم يعني. هو جمال متعبه وصل له احساس ان هو باباه مش اخوه حتى. الفكره ان هو في التعامل تعامل جميل جدا مع اللعيبه اللي سنها صغير، لكن انا هنا حجم قوه شيكابالا كاسم يعني في لعيبه كتيره بتدي ممكن ثقة. بالظبط، في لعيبه كتيره ممكن تبقى بتعرف تتعامل نفس التعامل بتاع شيكابالا، بس ده شيكابالا بقى يعني انا لعيب صغير، انا شيكابالا بقى اللي بيهزر معايا، شيكابالا اللي بيقول لي انت مش محتاج حاجه، شيكابالا اللي بيقول لي انت لعيب كويس. فالامور بالنسبه لي هتفرق، مع احترامي الكامل لكل اللعيبه الكبيره، بس كل لعيب كبير ممكن يكون بيعرف يتعامل معامله كبيره جدا مع اللعيبه اللي سنها صغير، لكن لما يبقى التعامل ده جاي من نجم زي شيكابالا اكيد الامور بتختلف تماما. طبعا دي حقيقه طبعا، وشفناه كمان بيساعد الفريق بصفقات وبيدخل الصفقات الجديده للفريق، وشفناه بيتكلم حتى مع لعيبه اخرى ان هم يجوا نادي الزمالك، شفنا ازاي اتعامل مع عبد الله السعيد وحمدي وناصر ماهر، شفنا يعني دوره الكبير جدا مع الفريق شحاته، يعني شفنا دوره بشكل كبير جدا مع الفريق زي ما انت قلت. حتى بنشوف يعني برضو كابتن الونش بخبراته وبحب اللعيبة ليه بنشوفه دايما واقف في المباريات المهمة بيدعم اللعيبة. يعني احنا بنتكلم برضو على الدور كباتن الفريق دول المعنوي، على قد ما احنا ممكن طبعا بشكل كبير جدا بنشوف دورهم جوه الملعب وملحوظ لكل الناس، ولكن الدور اللي بره الملعب ده مش كل الناس عارفاه، ولكن بيفرق بشكل كبير جدا مع اللعيبة وفي نفسية اللعيبة. يعني اللاعب في الأول وفي الآخر نفسيته هي أهم شيء، ولو نفسيته كويسه بالزبط. واخد ثقه زي ما انت قلت من كابتن زي شيكابالا، اكيد المستوى يعني هيروح في حته تانيه خالص.